عزيز المشاهد مرحبا بك في برنامج المسيح الذي لم اعرفه الحلقه اللي احنا فيها دلوقتي دي الحلقه الثانيه في الحلقات الخاصه اللي بنتناول فيها الاسئله بعد ما قدمنا مجموعه من الحلقات بتاكد ان المسيح هو الله الحلقه دي حلقه مهمه جدا لانها استكمال للحلقه الماضيه وبدانا اسئله كتير في الحلقه الماضيه بتستكمل في هذه الحلقه فخليك معانا عشان تقدر تتابع وتستفيد ويوصل ليك كلام مهم جدا من عند الرب. في البدايه بحب ارحب بالضيوف باشمهندس حياء اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وبرحب بالشباب اللي موجودين معانا اهلا بيكم. معانا مينا اهلا بيك، كريستين اهلا بيكي، اندرو اهلا بيك، وجوزيف اهلا بيك. أهلاً. عزيزي المشاهد هنبتدي السؤال الاولاني مع مينا، تفضل السؤال اللي عندك وجهه أه... باشمهندس حياء. ماذا فعل المسيح لمن أزوه بالتجديف عليه انه ليس هو اقنوم الابن؟ هل هو ضعف؟ والحاجة الثانية يعني اقنوم يعني ما مي حد ما يعرفش يعني اقنوم هي اقنوم دي كلمة ما وردتش في النص في الكتاب لكنها كلمة سريانية اعتاد المسيحيون الأوائل أن يستخدموها للتوضيح وهي كلمة تعني تميز بدون انفصال لو عايز كلمة في اللغة العربية القح يعني موازية لأقنوم كلمة تعين 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 أول مرة تسمعوا عنها دي تعين آه الأقنوم كلمة سرياني الأصل تعني متميز غير منفصل فالأقانيم في اللاهوت متميزة ولكنها غير منفصلة بعضها فكرة بقى أن المسيح لما كان بيواجه المجدفين وكان بيسكت مش ده قصدك؟ بعد صعوده للسماء بعد صعوده للسماء وظهور الأنبياء الكذبة كسرين أيوه بالظبط بص بقى حضرتك المسيح في حاجة اسمها سنة الرب المقبولة وفي حاجة اسمها يوم انتقام لإلهنا ده الكلام ده ورد في نبوة إشاعية واقتبس المسيح هذا الكلام في مجمع الناصره في اول عظه جهريه ليه في انجيل لوقا اصحاح اربعه وما قالش يوم الانتقام ليه الى هنا لانه ده مؤجل بس جاي ولا مش جاي؟ جاي فالمسيح بيدي فرصه 2000 سنه الفتره الحاضره دي اسمها فتره زمن صبر المسيح اسمها يوم النعمه سنه الرب المقبوله بس خد بالك في رساله يقول له ايه؟ يقول له ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه لكن خد بالك بقى من اجل قساوتك اذا انت رفضت وقلبك غير التائب مش هيموتك دلوقتي بس هتعمل في نفسك مصيبه سوده تظهر لنفسك تحوش لنفسك غضب امتى في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله ده بقى في دينونه الاحياء وفي دينونه الاموات بعد ما جيء المسيح واختطف الكنيسه فده معناها يعني كون الله يمهل ولا يهمل صحيح. معناها ان عقابه هيكون بلا هواده تمام يعني وغضبه ما فيهوش رحمه يعني حضرتك كنت عايز ترخيص بالظبط بصيغه مبسطه انه الله الناس اللي هم جدفوا عليه وقالوا ان هو أيوة. مش مش ابن الله وان هو مش الله ايوه اداهم يعيشوا بسلام ويموتوا بسلام عشان يديهم فرصه للتوبه بس في يوم معين ليهم حساب يوم وعقاب بالظبط كده آه في الايه بتاعت رساله يهوذا واضحه جدا ان الرب هيجي ويصنع دينونه على فجار العالم ومن ضمن الحاجات اللي هيعمل عليها دينونه على جميع الكلمات الصعبه التي تكلم بها عليه خطاة آه وفجار تبجحوا وطولوا لسانهم وقالوا اللي عايزين يقولوه وهو سايبهم يقولوا ويشتموا براحتهم يعني, يعني, صبره ده مش ضعف دي رحمه صح كده أيوه. صبره رحمه صحيح بس بيح... هم بيستخدم بضعف. الانسان في في غبائه بيستخدم هذه الرحمه بيحوش هو لنفسه غضب في الاخر تمام يعني المسيح يصلي ايوه احيانا ال... المشاهد بيتصدم من الفكره دي ازاي هو الله اللي بيتصلى له وازاي هو لما كان على الارض كان بيصلي احيانا فنقول فيها ايه برضه نفس الكلام هو الناسوت واللاهوت دول طبيعتين موجودين في المسيح بشكل كامل باعتباره انسان بيتكل على الله يقول مثلا في احد المزامير المسيويه اللي بتتكلم عنه مزمور 16 آه وبرضه في اشاره تانية في مزمور 22 عليك القيت من الرحم مرحب. من بطن, بطن امي انت الهي آه يعني اتكاله على الله في كل حياته انت سيدي خير قلت للرب سيدي انت, اه ده مزمور 16 مزمور 16 تمام. انت سيدي خير لا شيء غيرك م. طيب ده كله اتكال على الله آه. آه، إنجيل اللي بيتكلم عن ناسوت المسيح بصفة خاصة ذكر لنا على الأقل سبع مرات فيها المسيح كان بيصلى. منها المرة بتاع بستان جسمان اللي أشير إليها. من ده إنجيل ابن الإنسان. ده إنجيل ابن الإنسان. لكن لما أروح لإنجيل يوحنا مثلاً اللي بيتكلم عن لاهوت المسيح، ليه في يوحنا 17 بيكلم الآب بس مش بيصلى. والكتاب ما يقولش إنه صلى. ما يقولش إنه صلى. ده تكلم ورفع عينيه بهذا. يعني بالزبط. يعني بيكلم أخنوم بيكلم أخنوم تاني شوف يقول له ايه مم. والان ان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك مجدني خد بالك اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يقولون معي لا يمكن انا اقول لله اعمل لي خد بالك اي حاجه مش مجدني يعني بس اعمل لي اي مش ممكن ما اديش ما اديش اوردر وما نمرة اتنين نمر ما اقدرش اقول له اريد يا ربنا انا اريد كذا مفيش حاجه اسمها كده لكن أقول له لتكن لا ارادتي بل زي ما المسيح كانسان قال بس هنا الابن المعادل للاب في يوحنا 17 بيتكلم معاه في ذات جوهر اللاهوت على قدم المساواه يعني يعني الاقنوم بيتكلم مع اقنوم بيقول له اريد بالظبط قويه قوي, قوي. لكن لكن كإنسان بيقول ل... لتكن لا ارادتي بل ارادتك, بل إرادتك. يعني لما نربط الاثنين مع بعض تطلع قويه قوي جدا وروعه والجمال آه. في شخصيه المسيح قويه جدا طبعا. آه عن... انا عندي سؤال معلش في الحته دي يعني هو دلوقتي المسيح وهو عايش على الارض كان انسان فبيصلي او كده طب دلوقتي هو في وضعه في السماء علاقته دي انتهت بالله الاب وهو صعد بجسده يعني اللي بيروح السماء مش محتاج يصلي اصلا تمام يعني احنا في السماء مش تمام طب احنا بقى في السماء هيبقى ايه اختلافنا عن المسيح الممجد احنا هيكون هو بكر بين اخوه كثيرين زي ما هنا هيكون هو متقدم في كل شيء هنلبس نفس صورة جسد مجد المسيح لكن الفرق مصر. الرهيب ان هو هيكون موضوع سجودنا وتسبيحنا واحنا كلنا حواليه يعني مش هو في السماء واحنا في السماء مش هو بجسد جسد مجد واحنا جسد مجد وهو متقدم في وبس لا ده هو موضوع السجود في السماء مظبوط بحسب رؤيه اربعه باعتباره الخالق وبحسب رؤيه خمسه باعتباره الفادي بيقدم له السجود بس في ايه وللاسف انا مش متذكره نصها آه بس موكي. بتعني يعني ان هو بعد ما الرب بعد ما الله هيخضع ليه كل شيء هو هيخضع كل شيء طيب, طيب يعني الايه دي محتاجه تتفك أه شويه الاولى في كورنثوس الاولى 15 عدد 27 ايوه لانه اخضع كل شيء تحت قدميه ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل محتاج تتفك شوية يا أخي سحا أنا عايزك تاخدها لنا حتة حتة حاضر يعني الآية نفسها نقسم يقول لنا في عدد عشرين ولكن الآن وده أصحاح القيامة صح كل رسولة خمستاشر عشان نفهم القرينة لكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين وفهمنا أنه باكورة هنا معناها مش الأول زمنا بقدر ما هي معناها المتقدم في كل شيء مقاما أول مقاما لأن أول واحد أقدر أقول عنه رقد في التاريخ مؤمن هو هابيل صار باكورة الراقدين بس صار باكورة الراقدين كمان اللي أقاموا هو المسيح بقى فعلا أول واحد قام من, من من هؤلاء يعني اللي ماتوا من المؤمن فإنه الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه اللي هم المؤمنين الراقدين بيسوع طيب وإحنا المغيرين وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل وكل مين متى ده ده هنا المسيح آه تمام. متى سلم المسيح الملك لأنه يجب أن يملك أولا طبعا يبقى هنا يجب أن يملك المسيح حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه تمام. أرجع بإشارة بسيطة لعبرين اثنين لما بيقولوا لكننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. ده دلوقتي. ده دلوقتي،, دلوقتي بس هو اخضع كل شيء تحت قدميه، زي ما بيقول في مزمور 8، اخضعت كل شيء. طب احنا مش شايفين دلوقتي بس هيجي يوم وهنا كلام واضح في عدد 25 ان المسيح سيملك على هذا العالم ملكا حرفيا، لانه يجب ان يملك هيملك المسيح على هذا العالم حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. طيب بس في الاخر في النهايه ارجع تاني لعدد 24 متى سلم الملك لله الاب يعني هو هيملك بحسب رؤية عشرين نفهم انه هيملك فتره ألف سنه على هذا العالم ثم بعد ذلك متى سلم الملك لله الاب اكمل بقى يقول اخر عدو يبطل هو الموت لانه اخضع كل شيء تحت قدميه طب الله اللي اخضع كل شيء تحت قدمي المسيح اكيد مش خاضع للمسيح اللي اخضع له كل شيء اللي هو مين الآب. الاب تمام ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل معلش اه يعني لما بيقول ان المسيح الله الاب اخضع له كل شيء فاكيد كل شيء ليس من ضمن الله الاب تمام مظبوطه كده واضحت؟ طيب تمام. اللي هو انه غير الذي اللي هو الاب هنا الذي اخضع له الكل ومتى اخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل لما هيسلم الملك لمين؟ لله الاب. طب الحاله الابديه هيبقى شكلها ازاي؟ كي يكون الله الكل في الكل هنا الله المثلث الاقاليم. دي الحاله الابديه. يبقى آه الاب يسلم الملك للأب ويخضع له كل شيء ما عدا الاب. بعد ان ينتهي فتره ملك المسيح الالفي على الارض هيرجع الابن يسلم الملك للآب وهو يخضع للآب بالعملية دي في الآخر بقى تيجي الحالة الأبدية اللي هي فيها يكون الله الآب والابن والروح القدس هو الكل, الكل زي الحالة اللي كانت في الأزل بس مع روعة طبعا وجود قديسين ومع خلصنا من الشيطان ومن يعني كل يعني أقنوم الابن قبل التجسد كانت علاقته بالآب الخضوع برضو؟ قبل التجسد؟ مين قال كده؟ ما هو هو سيخضع الذي اخضع له الكل اخضع له الكل بعد ما راح السماء باعتباره انسان باعتباره, باعتباره انسان, إنسان. من الانسان او كان يعني ها يعني 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 عن يميني حتى... حتى اضع اعدائك تحت قدمي يعني هي علاقه الابن بالاب وضيف عليها برضو بتجسده ما شوف حضرتك هو باعتباره الابن موجود في السماء ازلا ابدا تمام؟ دي ما فيش حاجه في حاجه حصلت أن بقى في إنسان صعد للمجد وجلس في عرش الله مش رب يسوع قال للتلاميذ في يوحنا 14 وقال لنا معاهم الإنسان أنا أمضي لأعد لكم مكانا في بيت أبي منازل أمضي لأعد لكم مكانا طب أعد المكان إزاي؟ أولا بموته على الصليب وقيامته أعدنا إحنا للمكان بصعوده للسمكة إنسان أعد المكان لينا لأن بقى عرش الله المكان غير المخلوق اللي هو بيت الاب ينفع انسان يفوش. ينفع انسان يدخل فيه انا النهارده تبعه اقدر اشاور عليه واقول له انا تبعك تبعه باعتباره انسان انسان بقى راس الجسد واحنا اعضاء الجسد يعني حاله التجسد الالهي دي احنا ما كناش محتاجينها بس فتره معيشه الرب على الارض و... ده في ثمان حتميات انا تمام مش تمام يعني, لكن يعني اه طبعا تمام ده في مخطط وفي مشروع رهيب عشان يوصل بينا احنا يجيبنا من تحت قوي ويعلينا فوق قوي مش حق يعني كنت قريت حاجه لرجل الله جرانت أيه. فكره حاول يبسط بيها الجزء ده في كرونسوس وعجبتني جدا قال ملك عظيم وعنده بلد من البلاد اللي بيحكم فيها اتمردت عليه أيه. فاختار امير كويس يروح يظبط ال... ففعلا راح الامير ده وبحد السيف وبكل قوه وكده وبالعساكر معاه والجنود وقدر فعلا يخضع البلد وبعدين راح قال حلو ما بلد وشكرا على كده وراح مطنش الملك فبقت كارثه ايوه فلك كان لازم المسيح يعني بالمقابله بنفس الفكره الله من خلاله ملك العالم كله وهو بقى الملك على العالم فلازم يرجع هو نفسه يخضع للي بعته علشان يخضع كل شيء ايوه علشان يكون الله في النهايه الكل فيه. كل في كل كل ودي تنطبق عليها كلمات الكتاب عن المسيح وما الرب بيده تنجح الشيطان لخبط الدنيا والانسان لخبط الدنيا وفضلت متلخبطه 6000 سنه بس مش هيعدلها غير اللي مسره الرب بيده تنجح زي ما حضرتك اشرت تمام, تمام. ليا بعض الاصدقاء مش للاخر معترفين بان المسيح هو الله منهم اللي بيشك ومنهم اللي شايفه لا هو اله وسيط هو شخص رائع يحبوا الانجيل ويقروا له ومصدقين كلامه ومعجبين بيه جدا وبيحبوه ولو طالوا ممكن يكلموه يكلموه كمان ولما جه اتكلم ونوصل لجداله في الاخر النقاش ما يجيبش نتيجه قوي او هم ما يقتنعوش او ما يلاقونيش انا اقتنعت بكلامهم يقولوا لي انت مزعل نفسك ليه؟ المسيح نفسه قال ليس احد يعرف الاب الا الابن وليس احد يعرف الابن الا الاب ومن اراد الابن ان يعلن له فاحنا لغايه دلوقتي الابن بالنسبه لنا مش معروف كفايه مفيش مشاكل لو نختلف ولما نطلع السماء نشوف هيقول لنا ايه وخلاص وبيوصلوا لكده وشايفين ان هم كده كويسين ايه انا يعني متفق في جزئيه واحده ومختلف في معظم الكلام طبعا. متفق في جزئيه ان الابن لكي يدرك ادراكا كاملا بالذات في اتحاد الناسوت واللاهوت لا يمكن ان يدرك بعقول محدوده زي عقلي وعقلك وعقل المشاهد. دي حاجه تسمو عن العقل ولو انها مش ضده. الايمان المسيحي معقول جدا وليس ضد العقل وليس ضد المنطق لكنه هو يفوقه وعلينا أن نعمل عقلنا في أمور الله وفي نفس الوقت نلزم حدودنا أمام الإعلان الإلهي ونتزم بين هذا وذاك لكن من الناحية اللي أنا معترض عليها هي إيه بقى لما يبقى عندي إعلان في الكتاب الله نفسه أعلن يعني عارف حضرتك دايما واحد يقول لك إيه الله أعلم بالميم أنا بقول لا الله أعلن بالنون ما هو إذا كان الله أعلن فما تقوليش الله أعلم لاني انا بصراحة لو عندي كتاب من حد وفي الاخر في الاخر يقول لي والله اعلم يبقى بكل تأكيد الكتاب ده ما فادنيش ما فدنيش بحاجة مش بتاع الله مش كده ولا ايه لكن لما الله يديني كتاب وبعديها اقول الله اعلم يبقى ده مش كتابه لكن لما لما اعرف كتاب بقى يقول نحن نعلم ونحن نعلم ونحن نعلم لاننا نعلم نحن عالمين قد تيقنا اعرف ان ده كتاب ربنا لانه الله في كتابه يعلن بالنون واخد بال حضرتك فاذا كان في اعلان الهي انا مش قادر اقتنع بيه او مش قادر افهمه لمحدوديه فيا الجا لله واقول له يا الله, الله انت الكبير وانا الصغير اعلن عن نفسك انا مخلص وعايز اعرفك هو انت فعلا تجسدت في المسيح ولا الناس دي بتقول اي كلام اعلن لي وضح لي فهمني انا انا مخلص ولو انت صح انا مش معه وانا ادعو كل مشاهد عزيز نعمل كده ما نفسك ولا تروح بنظريات ولا تخش منتدات ولا تخش في مناقشات ولا فلسفات انت القضيه قضيه شخصيه جدا تخص علاقتك بربنا وابديتك بس فتروح لربنا دايركت بشكل مباشر ولا تروح لرجل دين من هنا ولا رجل دين من ايه روح لله وقول له يا الله انت الكبير وانا الصغير وانت خلقتني وانا هقف اتسال من قدامك انت فانت تعلن لي عن نفسك تمام بالك اذا كان الله اعلن فعلي ان اقبل اعلان عار وكل العار ان يبقى وصل الاعلام بين ايدينا واحنا مش مش بنهتم بيه عندما يعلن الله علينا ان نتمسك بهذا الأعلى. الاعلام مش فاهمينه ونطلب انه يفهمنا بالظبط آه صمت الله في حاجات معينه علينا احنا كمان ان احنا نصمت وما نحاولش نعدي الحدود بتاعتنا بالظبط آه سؤال تاني بسرعه معلش آه حوادث معينه احنا بنتكلم عن مجد المسيح عايزين حوادث معينه امثله لحوادث مشهوره ظهر فيها مجد المسيح بكل وضوح يعني هو في مشاهد ظهر فيها مجده طبعا بكل وضوح يعني مثلا زي مشهد جبل التجلي انا اقصد مجده الشخصي الذاتي مجده الشخصي مجده الالهي و... شوف هو برضو مجده الالهي ما اقدرش اقول بلمعانه لانه اخلى نفسه بحسب فيليب 2 يعني اخفى هاله مجد اللاهوت او لمعان مجد اللاهوت في حجاب الناسوت تمام لكن مجد اللاهوت موجود اللاهوت تمام. موجود انا مثلا بشوف عند مشهد اقامه لعازر الميت اللي انتم لعازر هلم خارجا واخد بالك؟ والتجلي ومشهد التجلي بالتجلي. اللي ظهر معاه موسى واليه بمجد اشراقة من المجد الذاتي والشخصي اشراقة بالظبط آه مشهد التجلي وبرده اعتقد آه رؤيه واحد لما يوحنا آه آه سقط على وجهه كميت بالصورة المجيدة اللي شافوا آه فيها برضو برضه سفر فيها رؤية فيها لمحة من مجده من مجده إني اصعد الى أبي وأبيكم كلام اللي قاله المريم المجدلية أيوة إلهي وإلهكم أيوة المشاهد العزيز لما بيسمع العبارة دي المسيح بيقول انا طالع أو أصعد إلى إلهي أي. وإلهكم بالظبط إلهي مم؟ طب إزاي هو الله ويقول إلهي ايوه ده سؤال جميل احنا برضو نرجع تاني ونقول حاجتين في كل الآية الجميلة دي اللي وردت في إنجيل يوحنا اصحاح 20 إني اصعد الى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم الحياة الأولانية إن المسيح الله وإنسان في آن. فباعتبار لاهوته باعتباره الابن يقول أبي. وباعتباره إنسان يقول إلهي. لا تعارض. جميل. لا تعارض. دي نمرة واحد. طب بس خلي بالك من حاجة. ما قالش أصعد إلى أبينا وأصعد إلى إلهنا. حطينا معاه في نفس الحتة فبنوته لله الآب مختلفة ومتميزة تماما عن بنوتنا إحنا كأولاد لله وأيضا باعتباره إنسان باعتباره إنسان علاقته بالله مختلفة عن علاقتنا احنا, إحنا, بالله فميز نفسه لكي يكون هو متقدم في كل شيء الأبي وأبيكم مش أبينا إلهي أنا... وإلهكم مش إلهنا آه في حين قال لها اذهبوا قولي لإخوتي آه إخوتي دي حاجة تانية تعالى بقى نرجع للفكره برضه، الفكره دي جميله قوي. بحب افكها برساله افسس الحقيقه. في رساله افسس اصح واحد واصح ثلاثه. في فكرتين اختم بهم باختصار. يقول في اصح واحد مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، او مبارك اله وابو ربنا يسوع المسيح. وبعدين يقول لنا اله ربنا يسوع المسيح ده يقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة طب أبو ربنا يسوع المسيح السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب ما صارت مشيئته يبقى إله ربنا يسوع المسيح ده مصدر المجد وأبو ربنا يسوع المسيح ده مصدر المحبة المجد والحب لو تلاحظ حضرتك في يوحنا 17 أقدر أسميه حديث المجد والحب بين الإبن والآب فإله ربنا يسوع المسيح مصدر المجد أبو ربنا يسوع المسيح مصدر الحب وفي رسالة أفسس صلى الرسول صلاتين واحدة في أصح واحد واحدة في أصح ثلاثة في أصح واحد صلى إلى إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد وفي أصح ثلاثة قال أحن ركبتي لدى أبي, أبي ربنا يسوع المسيح يعني الحب. عندنا المجد والحب المجد خلاه في الأزل اخترنا قبل تأسيس العالم لنكون قديسين تمام إله ربنا يسوع المسيح والحب يقول لنا السبقة فعيننا في الأزل للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسره مشي في التباس كبير جدا عند كتار من الناس أنه المسيح صحيح مولود لكن مش بيقدروا يفصلوا بين أنه مولود وبيقولوا أنه مخلوق فعايزين نعرف إيه المسيح مولود غير مخلوق المسيح تكون الجنين في بطن العذراء المطوبه زي ما قال لها الملاك جبرائيل قال هو الروح القدس يحل عليك قوه العلي تظللك من اجل ذلك فالمولود منك يدعى ابن الله. طيب هذا الكلام عمليه خلق؟ لا مش عمليه خلق. لا لكن دي ولاده بس اللي كان وراء تكون الجنين مش يوسف بزرع بشر حاشا لكن بواسطه الروح القدس. فالمصدر الهي للنساء لكن هذا المصدر من الناسوت دي عمليه ولاده طبيعيه وليست عمليه خلق تمام اه يعني نصلحها ونحفظها للمشاهد العزيز ونقول له مولود وخالق هيتخض آه شويه ايه. معلش بس هي كده, كده. مولود, مولود وخالق كإنسان لكن مولود وخالق غير مخلوق الله. من المؤكد انه غير مخلوق تمام آه باشمهندس احنا متشكرين خالص تعبناك معانا كتير ربنا الضيوف الاعزاء متشكرين من اجل الاسئله الجميله اثريتوا الحلقه وكنا كنت مستمتع جدا وانا بسمعكم وانتم بتسالوا والباشمهندس حابب معانا حابب في النهايه قبل ما نقفل الحلقه دي محتاج نعمل حاجتين الحاجه الاولانيه في يعني ثواني بسيطه جدا هتوجه رساله للمشاهد انه يكون باخلاص بيطلب الله والحاجه الثانيه لو في حد ربما قدام الاجهزه في البيوت بيسمعنا دلوقتي يكون بيصلي بتحاول تصلي معاه صلاه مبسطه، ازاي يكون بيصلي بيقبل الرب في حياته، وتصلي له هو شخصيا لقبول الرب. عزيزي المشاهد، ليس هناك اخطر في الحياه من معرفه الله، ولا اهم. فالله الذي اوجدنا، والله الذي معه كل امرنا، والله الذي معه وفي يده مستقبلنا، والذي امامه سنحاسب. ومعه سيكون مصيرنا الى ابد الابدين. ليست هناك قضيه اجدى بالبحث في هذه الحياه من قضيه معرفه من هو هذا، من هو الله. والحقيقه انك لن تعرف الله لا بالفكر ولا بالفلسفه ولا بالقياس ولا بالحواس، لكنك تحتاج الى الاعلان الالهي. ادعوك وانت الان بتشاهدني عزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهده. أنك ترفع قلبك لله وتقول له يا الله أريد أن أعرفك أريد أن أعرف من أنت من فضلك عرفني من أنت وإذا حبيت أنك تطلب ده دلوقتي معايا أرجو أنك ترفع قلبك معايا وتغمض عينيك وتصلي وتقولك. كلنا نصلي معاك تقول له سلام. يا الله أيها الإله العظيم الذي أوجدت هذا الكون الشاسع الفسيح أيها الإله الكامل كلي الوجود القدوس وحدك أيها الإله المحب غافر الخطايا والأثام الذي تعرف الغيوب علام الغيوب وعارف الأسرار وكشفها أريد أن أتعرف بك اعلن لي يا عن رب شخصك يا رب اكشف لي عن ذاتك يا رب, يا رب, رب أننا نرجو من القلب أن تكشف ذاتك لكل مخلص ومخلصة يشاهدنا في أي مكان أنه بالحق والصدق يطلبك وأنت قد وعدت قائلا تطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم ساعدنا نطلبك بكل قلبنا ونثق انك في كل الكفايه واعلانات الكلمه فيها كل الكفايه لكي ما توصل الشخص الى المعرفه الكامله والى النهار الكامل نستودع بين يديك كل هذه الحلقات وهذه الحلقات وحلقه الاسئله لكي ما تستخدمها بركه واجابه وبلسانا وشفاء ودافعا لكل نفس لكي تعرفك المعرفه الصحيحه والحقيقيه لاسمك يا رب كل الإكرام وكل المجد آمين آمين متشكرين باشمهندس حياء متشكرين الشباب كلكم عزيزي المشاهد انتهت الحلقة أرجو أنه يكون جواك شيء واحد هو الإخلاص الحقيقي وأنت بتدور على الله اسمع الكلام مرة تاني عايز تكرره عايز تدور على الإنترنت عايز تتفرج على الحلقات مرة ثاني فكر في الأسئلة اللي اتسألت وأكيد لو أنت مخلص إخلاص حقيقي هتقدر توصل للرب انتظرنا فى الحلقات القادمه والرب معاك